احكي لي عن الغيرة بينك وبين آسر ياسين. الله، ايه المفروض انتوا مش انداد بس انتوا يعني جناحين، واكيد كل واحد كان عايز يبان على يعني يبان اكتر من التاني. لا خالص، لا والله خالص. لا انا وآسر اولا صحاب، وكان المفروض نشتغل مع بعض قبل كده وما حصلش نصيب، ولكن احنا اصدقاء، وزي ما بقول لك الشغل معاه كان مريح وبسيط، وبرغم ان دي اول مره نشتغل مع بعض بس انا ما حسيتش واحنا بنصور ان احنا اول مره، يعني احنا اصحاب وبنتقابل بره الشغل عادي، لكن وانس ان انت اشتغلتي على فكره ممكن اتنين صحاب يشتغلوا مع بعض ما يرتاحوش. صح، ده وارد جدا. عندك حق. لا انا ارتحت مع آسر لدرجه كاني انا اشتغلت معاه قبل كده 3-4 مرات، وبعدين في مساحه دايما ما بيننا، يعني ما اتخانقتوش على الاسماء في التتر. طبعا هو آسر ياسين يعلم كم حبنا في البرنامج هنا له، يعني آسر ياسين اصلا من اعز الناس على قلبنا وعلى البرنامج، بس ما يمنعش آسر، ما يمنعش آسر ان احنا كمان نطلع الضديات اللي حصلت. ما اتخانقتوش على الاسماء في التتر؟ ما حصلش حاجه خالص، التتر ما عليهوش اسماء، التتر يعني على ما اعتقد انه نزل من غير اسماء. تتر البدايه، البدايه ما كانش فيها اسماء. لا ما كانش فيها اسماء. ما فيش اسماء في التتر. وعايز اقول لك انه ليه ما فيش اسماء في التتر؟ مش عشان انا وآسر، عشان المسلسل فيه كم نجوم كبير جدا وكم اسماء. انت عندك استاذ خالد الصاوي، استاذ فتحي عبد الوهاب، استاذ وفاء عامر، محمد رجب، محمود عبد المغني، يعني انا اكيد هنسى، اكيد هنسى اسماء فما حدش يزعل مني. كريم فهمي. كريم فهمي. فقصدي خلاص بقى احنا مش هنقعد نقول مين اسم في، لا احنا كلنا جايين نعمل شغل حلو فاشتغلنا من غير. ومرة كانت تجربة استثنائية يعني مختلفة ما بين الدراما والأحداث الحقيقية اللي حصلت. مظبوط. في 19 حلقة مضغوطين. لما اتنكرت في زي بدوي. بدوي وبعدين بشيل بروح وشيل دقن وقلت لهم خلينا نشوف المشهد ده الأول. جاهز ولا زي كل مرة؟ لا اسكن كده يا فندم، بقى انا هلف وارجع. خلي بالك من نفسك يا نور. بلاش يا فندم، انا ظابط صعق، يعني هروح وارجع من غير خدش. ترجع بالسلامة. شو لوين رايح؟ العيش. البضاعة لمين؟ حد صالح شرف الدين. طب نحن ما رح ناخد منك البضاعة. كثر خيرك. نحن رح ناخد منك السيارة كلها، ولو فتحت تمك بحرف رح ادفنك مطرح ما انت واقف. تاخد هذا الطريق وما بتطلع وراك، فاهم؟ فاهم. يلا. استنى عندك. تعال هو. ما قلت لي انت من وين؟ وايش ودك من وين انا؟ مش خدت اللي ودك اياه؟ من العريش. من وين؟ من العريش؟ وايش بتعرف العريش؟ لهجتك مش من بلادنا. انت وحش يا نور. من المساعيه عند الاذاعه. انا ساكن هنا. طب يلا خلاص امشي. يوم لقيتك لفيت ورجعت قلت بس كده باظت. بس عيب عليه، مسنطر الصليبه كنت هناولها له في قلبه. وربنا يا قائد، كنا هندخل نجيبك من وسطه. عارفين يا رجاله، اول ما الراجل ده قال لي استنى وانا لفيت له فكرت في ايه؟ ايه؟ افتكرت ان انا مخفف كل هنا وقلت شعري هيقع قدامه. والله. وبعدين قعدت افكر اقول له ايه، طب انا عندي مرض جلدي، شعر دقني بيقع من الشمس. لا بس يا قائد انت بتتكلم بدوي على ابوه،
انا من العريش. من العريش. بقول لك يا قائد، انا قلبي حاسس كده ان انت هتعزمنا على شويه محاشي وشويه مشاوي طيبين. أيوة حد عايز يزود أيوة حاجه؟ رز معمر يا باشا. صحيح صح، انت قلبك كبير يا انا اللي هعزمك فعلا. قلبك كبير وبيحس. اشترك في باقات واتشت الشهرية بتبدأ من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنوية تبدأ من 150 جنيه.